أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديرهم وأوذوا في سبيلي فقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لا مجد من ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أموالهم بلا أموالكم إنه كان عوفا جميلا وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تأتوا واحدة أو ما فرجت أيمانكم ذلك أنها أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بما نوعه إذا تبدل إليه أموالا فاجد عليهم وكفى بالله عزيزا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس فإن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهما ربكم يرى فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
وصيتي يوصين بها أودي ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كرارة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين خير مضار وصية من الله والله عليم حليم يدعو الله ومن يدع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويحرم الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا وأعرضوهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآشروهن بالمعروف